قيامه الفريق لمباراه الغد، علي لطفي في حراسه المرمى، مصطفى شوبير وحمزه علاء في خط الدفاع، رامي ربيعه، متولي، عبد المنعم، نصير، وكريم فؤاد، ومحمد هاني، ومحمد شرقيه، ومحمد اشرف في الوسط، اليو ديانج، محمد فخري، احمد عبد النبي، ميدو نبيل، محمد محمود، زياد طارق، لويس، ميكي سوني، وخط الهجوم صلاح محسن وحسام حسن واحمد سيد غريب. بالتوفيق طبعا للنادي الاهلي في مباراه الغد امام فريق المقاصه، ودي طبعا لقطات من التمرين النادي الاهلي النهارده قبل المباراه بيوم. وعايزين يعني نبدا نقول بعض الاخبار الجيده عن اصابات النادي الاهلي، مشاركه احمد عبد القادر واحمد نبيل كوكا في تدريبات الفريق التحضيريه لمباراه المقاصه طبعا بعد تعافيهم من الاصابه، ولكن ايضا بدا عمرو السوليه ومحمد شريف في التاهيل والجري حول الملعب استعدادا لدخولهم ايضا للتدريبات الجماعيه. دي كلها امور طبعا جيده للنادي الاهلي اللي فقد عدد من اللاعبين بسبب ضغط المباريات في الاصابات، نتمنى ان هم يرجعوا للاصابه ويكونوا جاهزين ان كان موقف النادي الاهلي من مشاركه بعض اللاعبين او راحتهم زي عمرو السوليه مثلا، هل اعتبار فتره الاصابه هي راحه؟ هنشوف القصه ايه، لكن يهمنا في المقام الاول ان اللعيبه دي تكون جاهزه بشكل كبير جدا. وطاهر ايضا، محمد طاهر يعني نتمنى وجوده، كان قدم فتره رائعه يعني رضى عنها بشكل كبير جدا جماهير النادي الاهلي للروح القتاليه اللي كانوا بيشوفوها من طاهر محمد طاهر قبل اصابته. ده طبعا التدريب النهارده، عارفين كان النادي الاهلي خد راحه 24 ساعه قبل تدريب اليوم، نتمنى باذن الله التوفيق، نتمنى سواريش والقياده الفنيه من على الخطوط يعني تكون في افضل ما يكون بحيث اننا نقدر نتخطى مواجهه المقاصه وبطوله الكاس. معروف يا جماعه انها بطوله مفاجات، مفيش حاجه اسمها فريق صغير وفريق كبير، مختلفه تماما عن فكره انك بتلعب في دوري عام، ونتمنى ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي. طبعا الفتره الاخيره كان موضوع السوبر ليج الافريقي والتجربه اللي المفترض تتعمل في افريقيا بعد يعني فشل وجودها في قاره اوروبا، نتمنى ان شاء الله تكون البطوله دي فتحت خير للنادي الاهلي، والنادي الاهلي يكون له اسم كبير طبعا فيها، لانها تكون بطوله يعني 11 مليون دولار للفائز تقريبا. يعني خلينا نطلع نشوف انفوجراف عن هذه البطوله ونطلع فاصل ونلقاكم بعد الفاصل.